موجودين في مؤتمر ومعرض كيدكوم في قطر، نمثل السلطنة من خلال وزارة التقنية والاتصالات ومجموعة من الشركات الرائدة في تقنية المعلومات، نستعرض أهم الإنجازات في تقنية المعلومات في السلطنة. زائر هي منصة تقنية تربط السائح بعوائل عمانية لزيارتهم في البيت وتجربة الأكل المحلي، يتعرف على ثقافة، على عادات والتقاليد، ويكون عنده فرصة يجرب الأكل المحلي من البيت. الهدف من المشاركة التعريف بخدمات الشركة وإقامات علاقات تجارية مع الشركات والمؤسسات بدولة قطر. الخدمات اللي نقدمها هي خدمات سحابية ومركز البيانات. شركة حياة لتكنولوجيا المعلومات، الخدمات التي تقدمها الاتصال المباشر للمرئي بلغة الإشارة. الخدمة الثانية مسح بالباركود أو الار كيو كود وتحويلها للغة الإشارة للمستندات. ايضا الخدمه الثالثه نشر الاخبار بلغه الاشاره في مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركتنا في معرض كيكتم 2019 لمشاهده الشركات والتعاون فيما بيننا في نفس المجال. شركه كلاود كونفولس وهي تقدم حلول سحابيه للمشاريع الصغيره والمتوسطه حتى الكبيره، حتى في مجال الداتا سنتر. شركة مختصة بتقديم حلول بتقنية الواقع الافتراضي للشركات والمؤسسات الحكومية. شركة حماية هي شركة متخصصة في توطين وتمكين الكوادر العمانية والمنتجات العالمية في مجال أمن المعلومات في السوق العماني. طبعاً جاءت مشاركتنا في هذا المعرض للتعريف أكثر عن المجموعة وبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.